بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، نقولها صريحة مدوية، مهلا يا رمضان، مهلا يا رمضان، مهلا يا رمضان، ما أسرع مرور أيامك. الآن صدقنا أنه كما قال عز وجل أياما معدودات، انتهى الثلث الأول وها هو الثاني على وشك الرحيل، وها نحن على مشارف الثلث الأخير، وهكذا الأيام تجري والعمر ينقضي، وما أنت إلا أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك. أيها المسلمون عباد الله، بادروا بتوبة صادقة ونصوح، وعودوا إلى الله عودا حميدا، وهذا لنجبر الكسر ولنستدرك الخلل ولنعوض التفريط الذي كان في ثلثي رمضان. إننا فرطنا كثيرا وغفلنا عن سرعة مرور أيامه ولياليه، وهذا يدفعنا أن نوجه للمحسن كلمة وللمسيء كلمة. للمحسن الذي أحسن فيما مضى أقول: أراك لم تؤدي ما طلب منك على الوجه الأكمل، ولكنك كنت تتعامل معه معاملة روتينية، والآن مضى قرابة ثلثيه ولم يبقى لك إلا الثلث الأخير، فجد واجتهد واعقد العزم على الانتباه من غفلتك، وإن كنت تستشعر أنك محسن إلا أنك لم تؤدي له ما ينبغي، إلا أنك لم تغتنم ما مضى كما ينبغي. لذلك أقول لك إن ما بقي من رمضان فرصة عظيمة لك، بل منحة عظيمة لك، بل هي من أعظم المنح على الإطلاق. كنا دائما ما نقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. رمضان ككل نفحة، لكن في داخل هذه النفحة نفحة عظيمة، من أجل ومن أعظم النفحات. العشر الأواخر من هذا الشهر فيها نفحة عظيمة، عساك أن توفق لها، تحتاج منك إلى جد واجتهاد وإلى عزم أكيد لاغتنامها كما ينبغي، حتى تخرج منها برضا المولى تبارك وتعالى،
وبالفوز بالعتق من النيران وأن تكتب من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فرصة، إياك إياك أن تفرط فيما بقي من رمضان حتى وإن كنت تستشعر أنك محسن، لا، الذي بقي أفضل وأعظم بكثير من الذي مضى، يحتاج إلى جهد أكبر، إلى تركيز أكثر، إلى دقة متناهية في ليله وفي نهاره، لا تضيع منه ثانية، لا أقول دقيقة أو ساعة أو يوم، لا تضيع منه ثانية. لابد أن تجتمع بكليتك على الله تبارك وتعالى، عساك توفق لما فيه من منحة عظيمة مباركة، كما سأبين لك من وصف حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس، وهو كما تعلمون جيدا أحسن من صلى وصام وقام بالليل والناس نيام، وأحسن من عبد ربه على كل حال صلى الله عليه وسلم. كان يغتنم الفرص معناه هو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان جبريل الأمين يوجهه ويرشده ويبين له، وهو يبين لأمته، لعلكم تذكرون حديث المنبر حينما صعد الدرجة الأولى والثانية والثالثة وهو يقول آمين آمين آمين، فلما سئل تكلم وبين وضح، ذاك جبريل أتاني يقول بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. إذن إن لم يغفر لك وتذفر بعتق من النيران في هذه العشر البواقي، فمتى وكيف؟ حتى وإن أحسنت فيما مضى ينبغي أن تزداد حسنا فيما بقي، لعلك توفق لهذه المنحة العظيمة المباركة. وكذلك الذين أساءوا في استقبال رمضان وضيعوا ليله في السهر والسمر، وضيعوا نهاره في النوم والقيل والقال، وضاقت صدورهم به وهم الآن يتشوقون لرحيله ليفرغوا من عبئه الثقيل، نقول توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واندموا على ما فعلتم، لقد غرر بكم عن طريق شياطين الإنس الذين خلفوا شياطين الجن الذين سلسلوا في رمضان فأغروكم فأوقعوكم في سهر في ليله وفي نوم في نهاره، فضاقت الصدور وضيعتم هذه الفرصة العظيمة. ولكننا لا نيأس أحد من المسلمين أبدا، كما علمنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، نقول عودوا إلى الله، وما بقي من رمضان فيه بإذن الله تبارك وتعالى الخير، والخير الكثير، شريطة أن تعقدوا العزم على أن تلتفوا حول أئمة مساجدكم وتغتنموا هذه الأيام المباركات كما ينبغي، لتخرجوا بفضل الله تبارك وتعالى مع أخوانكم الذين أحسنوا في أوله وعقدوا العزم على الإحسان في آخره، تخرجوا جميعا بمغفرة وبرحمة وبعتق من النار بإذن الله تبارك وتعالى. وتعالوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان في أواخر رمضان، كيف كان صلى الله عليه وسلم يقدر لهذه الأيام المقبلة قدرها، وكيف كان يعظمها، وكيف كان يجتهد فيها اجتهادا لا نظير له. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يعني في العشر الأواخر من رمضان كان يجتهد اجتهادا عظيما لا نظير له. وكما صح أيضا عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد المئزر، كناية عن اعتزال نسائه يعني عن جماعهن، نعم شد المئزر وأحيا الليل يعني كله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى المعنى، شد المئزر اعتزل النساء ليس بحرام، ولكن انظر ليتفرغ أكثر، ليجتهد أكثر، ليتعرض للنفحة أكثر وأكثر، وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شد المئزر صلى الله عليه وسلم وأحيا الليل كله، في ماذا يحييه عليه الصلاة والسلام؟ ما بين قيام ودعاء وتلاوة واستغفار وتسبيح وتهليل، الليل كله كان يحييه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى عظيم، معنى راقي، وأحيا أهله، لم ينسى الرعية التي هو سيسأل عنها ويحاسب، خيركم خيركم لأهله. فهل أنت
عندك استعداد لهذا المعنى؟ أن تشد المئزر، أن تحيي الليل، أن توقظ أهلك ليأخذوا بحظهم من الليل، أم أنت ستتركهم للعادات المستحكمة التي تكلمنا عنها في المرة الماضية فينغلون في العشر المباركة بالكحك والبسكوت وما شابه ذلك، أو بالملابس وبالأحذية وما شابه ذلك؟ لا نقول أنها حرام، لكن لا يصح أن نضيع هذه الأيام بسببها، هذا ليس من الفهم وليس من العقل بحال. هل أنت ستتركهم لنهاية المسلسلات والدراما المؤثرة ولكثرة الأفلام والمباريات والدورات والحفلات ورقصات وأغاني وما شابه ذلك؟ هذا من المسؤولية التي ستسأل عنها. إياك أن تفرط في جمع أهلك على هذه الأيام المباركات ليغتنموا معك من فضلها ومن شرفها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى لأصحابه ليعرفوا قيمة هذه الأيام الباقيات من رمضان. يقول لهم: كنت قد اعتكفت في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكفت في العشر الأوسط من رمضان. لماذا يا رسول الله؟ ألتمس ليلة القدر. الله أكبر. انظر، فأخبرت أو أنبئت أنها في العشر الأواخر من رمضان. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، دعوة مباركة لمن أراد، ولمن إذا اعتكف لا يعطل مصالح المسلمين سواء العامة والخاصة، أو يفرط في أمر هو ملزم به مكلف به أن يعتكف إن استطاع إلى ذلك سبيل، سنة مؤكدة. لماذا؟ لأن الاعتكاف الانقطاع في المسجد لطاعة الله عز وجل، تتقلم بين صيام وقيام وذكر وتهليل وتلاوة وتسبيح، منقطع عن الدنيا، عن شواغلها، عن فتنها، عن عوارضها، عن كل شيء فيها. إن استطعت لا تحرم نفسك. رسول الله كان يفعل ذلك. لماذا يا رسول الله؟ أتحرى ليلة القدر، فأخبر وأنبئ أنها في العشر الأواخر، فاستمر حتى قبض صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر يلتمس هذه الليلة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، وما أدراك ما ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي هي عين المنحة التي نتحدث عنها، والتي ينبغي أن نرتقي لمستواها تأهيلا لأنفسنا، لنقدر لهذا الشهر قدره، لنقدر لهذا الباقي قدره، حتى نصحح الخلل الذي كان منا ونجبر الكسر الذي وقع منا فيما مضي من رمضان. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يهتم بالعشر الأواخر اهتماما عظيما، وكان يوصي أصحابه بذلك، وكان يرغبهم. لماذا يا رسول الله؟ التماسا كما قلنا لليلة القدر. اسمع، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، التمسوا هذه الليلة، يعني تحروها بكل دقة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فإن ضعف أحدكم أو عجز لمرض، لإرهاق، لإعياء، لتعب، فلا يغلبن على السبع البواقي. إياك أن تفرط في السبع البواقي منها، يعني من العشر، اجتهد أكثر، يعني بمعنى إذا مرت ثلاث من العشر بقيت سبع، اجتهد أكثر في السبع، لأنها فرصة عظيمة ينبغي ألا تفوتك. جاء كما في رواية ابن عمر بعض الصحابة لرسول الله وقالوا أنهم رأوا رؤيا في المنام، أنهم رأوها أنها في السبع البواقي من رمضان، فقال رسول الله لهم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت أنها في السبع البواقي، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع البواقي. العلماء يقولون هذا شحذ للهمم، كلما مضى منها شيء كلما شحذك أكثر وأكثر. إياك أن تقتصر أنها في السابع والعشرين فقط، هذه رواية من الروايات، لكن أنت عليك أن تلتمس في كل العشر، وخصوصا في الوتر منها، وإذا مضى منها ثلاث تجتهد أكثر في السبع البواقي على الجملة، تتحرى هذه الليلة المباركة التي هي مباركة بكل معاني الكلمة. هذه هي درة رمضان، درة رمضان ودرة العشر. لماذا أعطيت هذه المكانة وهذا القدر وهذا الشرف؟ فجعلت لنا كمسلمين خير من ألف شهر. أتدري ما المعنى؟ يعني هي أفضل، اسمع، من ألف شهر. يعني إذا قمت هذه الليلة وأعطيتها حقها كما ينبغي، هي عند الله أفضل من أكثر من 80 سنة بصيامها وقيامها. الله أكبر. متوسط عمر الأمة ما بين 60 و70، في ليلة
تتجاوز أنت 80 بفضل الله تبارك وتعالى إذا ما اجتهدت فيها كما ينبغي. لذلك يقول في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وكما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في ليلة يغفر لك ما تقدم من ذنبك، هي أفضل عند الله من عبادة أكثر من 80 سنة. إذن لها شرف عظيم. يا ترى لماذا؟ تعالوا ننظر ونتأمل في الكتاب والسنة لنعرف لهذه العشر البواقي فضلها، حتى نجد ونجتهد فيها، وحتى ننجح في اغتنامها كما ينبغي. أولا، هي ليلة مباركة. ولماذا مباركة؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك مفرقا حسب سير الأحداث. إيش المعنى؟ شهر رمضان الذي أنزل القرآن متى؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني جملة واحدة، ثم نزل مفرق حسب الأحداث وحسب مستجدات المرحلة. فكان هذا من الشرف العظيم لرمضان وللعشر ولليلة القدر. ولذلك قالوا: هذه الليلة إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها بركة بكل معاني الكلمة. وأنت تشتكي وتلحظ قلة البركة في الصحة وفي المال وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الأوقات وفي الطاعات وفي الأحوال وفي كل شيء يحيط بك، تستشعر أن البركة قد تكون، يعني إن لم تكن قليلا، معدمة بالمرة، ونعوذ بالله من الخذلان. إذن استمطر البركات من الله، هذه ليلة توزع فيها البركات على المسلمين، فكن مهيأ لتأخذ بنصيبك من البركة. فكيف تطلب البركة وأنت لم تتهيأ ولم تستعد ولم تكن جادا مجتهدا في هذه الليالي المباركات التماسا لليلة البركة التي توزع فيها البركات؟ قالوا: أيضا من أعظم ما يعني يستحثك لتتحرك للاجتهاد فيما بقي أن في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. أتدري ما المعنى؟ انتبه، فيها يعني في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. قالوا: أن ينسخ من اللوح المحفوظ بأمر الله تبارك وتعالى عن طريق الكتبة كل ما سيقع في الحول المقبل، أحداث العام المقبل، يعني بعد ليلة القدر إلى ليلة القدر الأخرى، ينسخ من اللوح المحفوظ كل ما سيقع من آجال وأحوال وأرزاق ومن شقاوة وسعادة. يا رب سلم سلم. هل تدري أنت ممن ستكتب؟ من الأشقياء أم من السعداء؟ هل ممن ستكتب ممن سيشون ويمرون منها بسلام أم من أي حال؟ هل تدري كيف سيكون حالك؟ هل ستبتلى، تمتحن، تختبر؟ هل ستنصر، تمكن، تعز؟ أم يعني يقع منك ويقع عليك ويحدث فيك إلى آخر المعاني؟ لا تدري، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. إذن من مضمني أن هي في هذه الليلة مضرع بين يدي ربي من السعداء الطيب من الصالحين السامعين من المطيعين بلا تكتبني من الأشقياء من التعساء من المتفلتين من قليل الحياة من المجرئين عليك وعلى رسولك؟ يا رب احفظني من كيد، يا رب وفقني لكل الجن طيب لكل ما تحبه وترضاه. تضرع إلى الله فيها. فأنت لا تدري ماذا سيكتب في هذا الحول المقبل. يا رب سلم. تعلم جيدا، انظر العام المنصرم هذا، انظر كم من الناس كانوا معنا، كانوا يعني بصحة جيدة وكانوا على أحسن حال، قبضوا الآن تحت التراب. منهم من قبض على حالة لا تسر، ومنهم من قبض على طاعة، ومنهم من قبض على ظلم وجور وربا وزنا وخمور ومظالم وتعدي وعقوق إلى آخره. أنت تدري ذلك جيدا، تعرفه من واقع الناس. فيا ترى هل كانوا يعلمون ما كانوا يعلمون؟ قد تقول: هذا قدر الله فيهم. نقول: نحن أمرنا أن نأخذ بأسباب الحيطة والحذر، وأن ندعو الله تبارك وتعالى بخوف ووجل، ونقول: يا رب سلم سلم، يا رب اكتبنا من السعداء ولا تكتبنا من الأشقياء. فإذا ما أريت الله منك خيرا يعطيك الخير، ومن يتحرى الخير يعطى. فتهيأ بالله عليك، يليق بك في هذه الليالي المباركات أن تكون عاكفا على المسلسل،
الذي جذبك من أول الشهر، أو عاكف على الفيلم أو على المباراة أو على السهرة أو على الكوتشين أو على الضمنو أو على الكحك والبسكوت وما شابه ذلك، وتترك البركة توزع وتترك الأقدار تكتب وأنت لا تتهيأ لها، هذا لا يليق بك بحال من الأحوال. في هذه الليلة المباركة قالوا يتنزل فيها الروح الأمين جبريل الأمين عليه السلام، كما في الآية في السورة التي تحفظونها جميعا، انظر مع الملائكة الكرام، يتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. يتنزلون بماذا؟ قالوا بقيادة جبريل الأمين، يتنزلون بالرحمات بالمغفرة بالدعوات الصالحات طوال تلك الليلة. فبالله عليك، هل يعقل، هل يقبل منك أن ينزل جبريل الأمين أمين الوحي بنفسه مع ملائكة لا تحصى عددا، يستغفرون للمؤمنين ويصلون على المؤمنين ويترحمون على المؤمنين، وأنت بين من اللاهين من الغافلين؟ كيف تكون في عداد هؤلاء؟ هذا لا يقبل، هذا من سوء الأدب. أنت تعلم أنه ينزل ومعه ملائكة يقضون عددا، أنت لا تنتبه ولا تنشغل ولا تقدر ولا توقر. يا أخي لو قال لك ملك الملوك سينزل في بلدتك في حيك في نجعك، ماذا ستكون أنت؟ ستكون في عداد المستقبلين أو المشاهدين أو المترقبين. أقول لك جبريل الأمين ومعه ملائكة كرام ينزلون في هذه الليلة، في هذه الليلة المباركة، كيف تكون في استقبالهم؟ لابد أن ترتقي لهذا المعنى. هي سلام، ما معنى هي سلام؟ قالوا معنى جميل راقي، اسمع لعلك تتشوق وتنجح في استحساس نفسك لترتقي. قالوا أي يسلم فيها المؤمن العامل الموحد المصدق بهذه المعاني، يسلم من الأذى، يسلم من العقوبة، يسلم من النار، أي تكتب فيها من العتقاء من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. انظر إلى هذا المعنى العظيم، أين أنت منه؟ انتبه له، إياك أن تضيع هذه البواقي الرائعة الجميلة التي بإذن الله تبارك وتعالى لو اجتهدت فيها كما ينبغي لأوصلتك لأعظم نفحة لعلك لا تشقى بعدها أبدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، جبرا للكسر وتعويضا لما سقط وبدر منا، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وخصوصا في عشره الأواخر زكاة الفطر. نعم، جبرا للخلل الذي كان منا وللتقصير الذي وقع منا كمسلمين. اسمع كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر وعلى العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى صلاة العيد. نعم، لماذا يا رسول الله فرضتها علينا؟ قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، اسمع، طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة تطهرك مما سقط منك في رمضان. نعم، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة 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 للمساكين، فمن أداها قبل الخروج إلى الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة لك، تطهير وتنقية لجبر الخلل الذي كان منك، وفي ذات الوقت طعمة للمساكين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضها طعمة فهم الصحابة هذا، وكان يخرجونها طعمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب. نعم، هذا كله يثبت أنها تخرج طعمة،
من غالب قوت أهل البلد مما يقتات ويدخر من كل ما يقتال. نعم هذا الذي وردت به الأدلة الشرعية، وجمهور أهل العلم على أنها لا تجزئ فيها القيمة، ما ينفعش تطلعها فلوس. جمهور أهل العلم يقولون لا يجزئ فيها القيمة. لماذا تقولون ذلك؟ قالوا لأنها عبادة، والعبادة توقيفية تتوقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وعلى فعل أصحابه الكرام، وقد ثبت لدينا أنه أمر بها أن تخرج طعمة، وأنهم أخرجوها طعمة مع وجود الدرهم والدينار. قد تقولون الفقراء يحتاجون إلى الكسوة، يحتاجون إلى المال، يحتاجون إلى كذا. نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعم بالوحي من السماء، ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا لغيره من المسلمين. ولو كان في جواز إخراجها قيمة لبين ولوضح، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كتم وما أخر البيان لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت يا من تقول هذا الكلام، إما أنك وكأنك تخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يستدرك هذا المعنى ولم ينتبه لحاجة الفقراء للمال للكسوة وما شبه ذلك، وهذا لا يليق بك أبدا. رسول الله مدعم بالوحي من السماء، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة بحال من الأحوال، كيف أنت تقول ذلك؟ أو أنك تقول أن أنا أستحسن عليه، يعني نقول الأحسن أن نخرجها نقودا. نقول لا، لا تستحسن على رسول الله، لا يجوز، لأنك مطالب بأن تعمل بعمله. ليس منا من عمل بسنة غيرنا، نعم من رغب عن سنتي فليس مني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليك. لماذا تستحسن؟ قال الإمام الشافعي: من استحسن في الدين فقد شرع، ومن شرع فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقصير، ومن اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقصير فقد كفر إجماعا. إياك أن تتهمه بالتقصير. أقول لك مدعم بالوحي من السماء، أسألك هل الزكاة هذه زكاة الفطر عادة ولا عبادة؟ إن قلت عادة أعتقد أنك يعني ستخطئ نفسك، عبادة حتما. إذا العبادة تتوقف على فعل، لا تقديم ولا تأخير، نسمع ونطيع له عليه الصلاة والسلام، ونعمل بعمله وبعمل أصحابه الكرام وننتهي. أما أنهم يحتاجون إلى الكسوة وما شابه ذلك، فقراء الصحابة كانوا أفقر من فقراء اليوم، كانوا أشد حاجة للكسوة وللمال. كان الرجل ليس عنده إلا ثوبا واحدا، إذا غسل جلس في بيته لا يخرج لعدم وجود شيء آخر. والآن الناس فقراء الناس الآن يعني عندهم أكثر من ثوب وأكثر ما من شيء يسترون به أبدانهم كما تعلمون، ومع ذلك لم يقل اعطوها للصحابة مالا ليشتروا كسوة. ما حاجتهم شديدة للكسوة، هو أرفق بالمسلمين منك، وهو أحن على المسلمين منك، وهو أدرى بمصلحتك ومصلحتهم. يا أخي عندك زكاة مال، عندك صدقات، عندك صلة أرحام، عندك أبواب الخير كثيرة، تعلق تقصيرك طوال الحول على زكاة الفطر. هل زكاة الفطر هذه ماذا ستفعل؟ زكاة الفطر ستكسو الناس مثلا وتخرجهم من أزماتهم وتفعل وتفعل؟ لا والله أبدا، هذه طاعة عبودية تؤديها كما هي، لا تعمل فيها عقلك، لأننا إذا تركنا الباب مفتوح للاستحسان كانت مصيبة. أقول لكم مثال، إيش رأيكم الآن من على هذا المنبر في عيد الأضحى سنقوم بإلغاء الأضاحي، نلغيها تماما، ونقول للناس الناس فقراء وعليهم ديون ويريدون كساء وأحذية وظروف وأعباء، بلاش أضاحي هذا العام، ملايين الملايين من الجنيهات تنفق في الأضاحي، ونقوم بإلغائها ونوزع ثمنها على الناس ذلك؟ تقولون لا 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 زبل. أقول لك هل تعمل الأضحية سنة مؤكدة؟ سنة وكذا عند البعض، وسنة واجبة عند البعض في حق القادر. أما زكاة الفطر فواجبة على من ملك قوت يوم وليلة من 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 قوت من قوت نفسه في ليلة العيد. من ملك قوت يوم وليلة، يعني ليلة العيد ويوم العيد، واجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فكيف تقول هذا؟ الاستحسان هذا مرفوض يا إخواني. ولا سيخرج علينا من يقول مثلا لماذا صلاة المغرب 3 ركعات؟ اجعلوها 4 زيادة خير ومصلحة للناس. هذا ابتداع في الدين لا يقبل. كذلكم في زكاة الفطر لا تستحسن ولا تقدم ولا تؤخر، وعنها كما ورد بها الدليل. ذلك نقول احذر الدعوات التي ترغبك وتهون عليك الأمر، اجتهد. الذين قالوا بجواز إخراج القيمة عند الضرورة كالإمام أبي حنيفة ومن صار على نهجه، فقالوا بضواب، قالوا إذا لم نجد الأصناف المذكورة، لم نجد غالب القوت، لم نجد الطعام، وخشينا أن تخرج يعني الصلاة، أن يخرج وقت إخراج الزكاة، يجوز أن تعطيها للفقير مال ليشتري هو طعام إذا ضاق عليك الوقت خالص. لكن إذا في فرصة خلاص انتهى القضية. وبعدين يا أخي كيف أنت تبحث عن الأريح والأسهل لك؟
تقول أصل يعني هم أولى ويشترون ما يريدون، لأن إذا أعطينا مثلا طعام سيفيض ويبيعونه بأقل من الثمن. لا عليك في ذلك، أدي أنت طاعتك وعبادتك والباقي على الله، دعهم وأعطيهم كما أمرت من السنة، ولا تستحسن ولا تقدم ولا تؤخر، تعطيهم كما أمرت وتدع الباقي على الله عز وجل. أما أن تقف عند كلام الناس واستحسانات الناس ستعطل السنة وستفعل ما لا يليق بك. أنت مطالب بأداء ما أمرت به على الوجه الأكمل والباقي على الله، فهو سبحانه وتعالى أعلم ويعرف أين تكون المصلحة. ورسول الله لا يسكت عن حق أبدا، وقد بيّن أنها طعمة وخرجها طعمة وصحابه خرجوا طعمة، إذن نسلم ونعمل بهذا العمل. لذلك نقول يا أخواني غلقوا باب الاستحسان واخرجوها طعمة. أنا أقول مثلا وأنا أهل البيت طلبوا الأرز أو الدقيق مثلا، صح أن تقول خذوا القيمة مش 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 مش, 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 مش مثلا دقيق، خذوا فلوس، ماذا سيصنعون بالماء؟ ليش تبحث عن الأرز والدقيق؟ هذا أهل البيت يريدون ذلك، الأبناء يعني ذلك، والزوجة تريد ذلك، وهذا أمر ضروري. كذلك الفقير اجتهد أن تبحث له عن الأرز وعن الدقيق، وهي كما قلنا من كل ما يقتات ويدخر ويخرج عن الفرد صاع، والصاع أربع أمداد بمد الرجل المعتدل. قمنا بفضل عزال يعني موازاته بالموازين، وموجود معلق على الأبواب، والأصناف موفرة كالأرز والدقيق والفول والعدس والفاصوليا والبلح والزبيب لمن أراد أن يدفع أكثر، هذا كله موجود. أخرج ما عليك صاع على الفرد، شوف على الكبير والصغير، على من يولد قبل صلاة العيد أيضا تخرج زكاة، أما الحمل فلا زكاة عليه على الراجح، وإن أخرجت فلا حرج عليك. تعطيها مثلا لبعض الأفاضل في المساجد إذا كنت غير يعني ميسر لك أن تشتريها أنت بنفسك، هم يشترون بدلا منك ويوزعونها على الفقراء والمساكين، لنطبق ونحقق السنة. وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها طهرة لنا من اللغو والرفث، ونجعلها جبرانا لتقصيرنا وتفريطنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا ودعاءنا ونفقتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين وكبار المسلمين، اللهم اجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.